هل يشترط في الخمس رضعات أن تكن مشبعات؟ لا، لأن الحديث فيه مصة، لا تحرم المصة ولا المصتان، وفي رواية الإملاجة ولا الإملا، والإملاجة هي المصة. فإذا مص اللبن وتركه ثم عاد إليه فهذه هي المصات حتى يكمل خمسا. إذا مص لبنا وابتلعه ثم تركه ثم عاد إليه ثانية، هذه ثانية إلى أن يكمل خمس مصات. هذا الذي جاء في الحديث. أما اللي يقول لازم شبعه، هذا ما عليه دليل، إنما هو قول رآه بفكره ورأيه. الحديث فيه نص على المصة والإملاجة. نعم.